السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطاقة النووية نص وظيفي كما ترون في منار اللغة العربية على بركة الله. لنبدأ مباشرة، لنذكر بعض مصادر الطاقة اللي شفناهم في شحال من نص مهم ومجال استعمالته. مثلا مصادر الطاقة: النفط، الغاز، الفحم، الشمس، الرياح، الماء، الطاقة المائية. مجال استعمال: طهي، التدفئة، وسائل النقل، إضاءة، تحلية ماء البحر. يعني استعمالات عديدة. أتحدث لزميلاتي وزملائي عما أعرف عن الطاقة النووية. نعم، الطاقة النووية يتم توليدها عن طريق التحكم في تفاعلات وانشطار أو اندماج الذرة، وتستخدم في صنع القنابل، الصواريخ، وتستخدم في توليد الطاقة الكهربائية. هذه بعض المعلومات. يعني ممكن أن تقول: لا، حقيقة لا أعرف شيئا عن الطاقة النووية، وهذا ما أريد أن أعرفه من خلال هذا النص. إذن ألاحظ الصورة وأصفها. الصورة تمثل مفاعلا نوويا ربما للاستعمال المدني وليس العسكري. أنطلق من الصورة والعنوان وأتوقع الموضوع الذي سيتناوله. سيعالج النص موضوع الطاقة النووية كطاقة بديلة للطاقات التقليدية كالنفط والفحم والغاز. ترتبط الطاقة النووية في أذهان الكثيرين بالتدمير والتلوث والأمراض، فيذكرون انفجار القنبلة الذرية. هل الانفجار كان في الحرب العالمية الثانية؟ انفجار القنبلة الذرية كان في الحرب العالمية الثانية، هو الذي تسبب في نهاية الحرب، حيث ألقت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلة ذرية على اليابان، على هيروشيما ومدن أخرى، ولكن المعروف هو هيروشيما. فتوقفت الحرب، وقد سببت هذه القنبلة دمارا شاملا وضحايا مدنيين، وقد ظهرت أعراض لأمراض خطيرة فيما بعد. وآثار إشعاعات متسربة من المفاعلات النووية في البيئة والإنسان، غير أن ذلك لا يعكس الصورة الحقيقية الكاملة عن الطاقة النووية، إذ استطاع الإنسان تسخيرها لما فيه منفعة البشرية وخيرها، وطورها في مجالات سلمية متعددة كالزراعة والطب والكهرباء وغيرها. ففي ميدان الزراعة تمكن الباحثون من تطوير بذور جديدة لبعض المحاصيل الزراعية المقاومة للأمراض كالأرز، مما أدى إلى محصول أوفر وقيمة غذائية أعلى من الإنتاج العادي. كما استخدمت الإشعاعات النووية للسيطرة على تكاثر بعض أنواع الحشرات والبكتيريا الطفيليات التي تغزو الحقول الزراعية، مما أدى إلى ارتفاع المحاصيل وتحسن نوعيتها. واستخدمت الطاقة النووية لتحليل التربة قصد تعرف درجة خصوبة الأرض وآلية امتصاص المياه والأسمدة، مما ساعد المزارعين على تحديد نوعية السماد الملائم وكميته، وعلى توفير المياه عبر استعمال السقي الموضعي. كما وظفت الإشعاعات النووية من أجل حفظ الأغذية دون أن يؤثر ذلك في سلامتها وجودتها. وفي مجال الطب استخدمت الطاقة النووية في نطاق واسع، فقد استعملت لمعالجة بعض الأمراض، إذ تعرض الأعضاء المريضة للإشعاعات النووية، فيؤدي ذلك إلى تقلص الخلايا المسببة للمرض وموتها، أو يحقن المريض بجرعة من عنصر مشع يسري في الدم فيقتل تلك الخلايا. وقد استخدمت الطاقة النووية أيضا في ميدان التشخيص الطبي، إذ تستعمل الإشعاعات من أجل التصوير المقطعي للأعضاء، وكان من نتائج ذلك تحقيق تقدم كبير في تشخيص كثير من الأمراض وعلاجها. ويعتبر توليد الطاقة الكهربائية التطبيق السلمي الأساسي للطاقة النووية، إذ نحصل على الكهرباء في معظم مولدات الكهرباء بواسطة المفاعلات النووية التي تتطلب تشغيلها طرقا تقنية معقدة وخبراء متخصصين، ولكنها رخيصة من حيث تكلفتها.
ثم إنها تدوم طويلة، وهي أكثر نظافة ومحافظة على البيئة لأنها لا تصدر غازات ضارة. إن استخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية يتطلب توافر العلماء من ذوي الخبرة والتخصص، وتوافر الأجهزة اللازمة لضمان حسن تشغيل الأجهزة النووية وسلامتها، ومتابعة عملها في دقة وحرص شديدين لحماية الإنسان والبيئة من المخاطر المحتملة. ونمي رصيدي المعجم، وحددوا معنى الكلمتين اللتين تحتهما سطر حسب السياق في النص. استطاع الإنسان تسخيرها لما فيه منفعة البشرية، إذن استطاع الإنسان استخدامها استغلالها لما فيه منفعة البشرية. بما استخدمت الطاقة النووية في نطاق واسع في مجال واسع أو في مجالات واسعة. وحدد عائلة كلمة مفاعل، إذا كنزربو ما نطولوش عليكم الفيديو. مفاعل، متفاعل، متفاعل اسم، هذا اسم فاعل، هذا اسم مفعول. إذا فاعل اسم فاعل من فعل فعل، مفعول اسم مفعول من فعل فعل، ثم فعل فعل، ثم تفاعل، هذا تفاعل. وممكن نقول مفاعل مفاعل. إذن بعض الكلمات من عائلة مفاعل. يقدم الكاتب في الفقرة الأولى مظهرين للطاقة النووية أذكرهما. إذن المظهر الأول، الطاقة النووية رمز للتدمير والتلوث والأمراض. هذا في التصور الخاطئ لهذه الطاقة. دائما عندما نذكر الطاقة النووية نذكر أنها قنبلة نووية أو ذرية قد تدمر والحرب. إذا هذا المظهر الأول. أما المظهر الثاني، أننا أو الإنسان سخرها، إذا تسخيرها في مجالات سلمية كالطب والزراعة والكهرباء. زيد هذه الجملة صافي. أضع علامة أمام العنصر الزائد في القائمة الآتية: أدى استعمال الطاقة النووية في الميدان الزراعي إلى تخصيب الأراضي، إلى ارتفاع المحاصيل. إذا نشوفوا هذه اقتصاد الطاقة، اقتصاد المياه. إذا اقتصاد المياه، لأن نعرف ما تحتاجه هذه التربة من ماء، درجة خصوبة التربة، فتسمى اقتصاد الماء. مهم وتفهم، غير ما فهمتي راه مزيان، ماشي بالضرورة دابا كتم غادي إلا ديتي شي جواب خطأ كيبقى فيك الحال. هذا إذا راه ممكن أن الخطأ تعلم منه أكثر من الصواب، لأن غادي سيقول لماذا قلت اقتصاد الماء؟ ما عرفتيش تجاوبو، إذا علاش نتا كاتبها؟ إذا خصك تكتبتيها تفهمها، حتى إذا كانت خاطئة تجاوبو تقول له كذا كذا كذا، يقول يفهمك أنك رغم أنك كتبت خطأ إلا أنك يعني كتبتيه وأنت تفكر، ماشي غير كتبتيه. يعني أذكر أهم إنجازات الطاقة النووية في ميدان الطب، في ميدان الطب معالجة بعض الأمراض بتعريض العضو المريض للإشعاع النووي، وكذلك للتشخيص الطبي. أضع علامة أمام العنصر الزائد في القائمة، أمام العنصر الزائد. أنا لا سي إذا أمام العنصر الزائد، أنا جاوبنا على إذا العنصر الزائد هو بسيط تقنيا، بالعكس أن استخدام طاقة لتوليد الكهرباء يعني معقد تقنيا. إذا هو العنصر الزائد، فاستخدام الطاقة النووية غير مكلف ويحافظ على البيئة. ما شروط استخدام الطاقة النووية حسب الكتاب؟ الشروط كاينة ربما في الفقرة الأخيرة. نعم الفقرة الأخيرة. توافر علماء ذوي خبرة وتخصص، توافر الأجهزة اللازمة لضمان حسن تشغيل الأجهزة النووية وسلامتها. هذو الفقرة الأخيرة هي اللي فيها هادشي. متابعة العمل في دقة وحرص شديدين لحماية البيئة والإنسان، لأن لا تم تسرب ديال شي مفاعل نووي، كان تسرب ديال يعني إشعاعات، فهذا يشكل خطرا على الإنسان أولا والبيئة ثانيا، سيكون دمارا.
إذا المهم نمشيو فيو يلا. إذا أستخرج من النص ما يأتي: ثلاثة مظاهر لاستخدام الطاقة في ميدان الزراعة. عموما المهم تدوير بذور جديدة يلا. معرفتش أنا التدوير مهم رواق. ماشي تدوير، تطوير. إذن تطوير بذور جديدة لبعض المحاصيل الزراعية، السيطرة على تكاثر أنواع من الحشرات والبكتيريا والطفيليات، تحليل التربة للتعرف على درجة الخصوب. ثلاث ميزات لاستعمال الطاقة النووية في مجال إنتاج الكهرباء: رخيصة من حيث التكلفة، تدوم طويلا، أكثر نظافة ومحافظة، أكثر نظافة ومحافظة على البيئة. أكثر نظافة ومحافظة على البيئة. إذن أكثر نظافة ومحافظة على البيئة، اسم تفضيل. نعم، إذن يرد الكاتب على فكرة شائعة عن الطاقة النووية. أعود إلى الفقرة الأولى وأحدد الجملة لتؤكد لك مهم أن هذه الفكرة الشائعة: ترتبط الطاقة النووية في أذهان الكثيرين بالتدمير والتلوث والأمراض. هي الفكرة الشائعة، ولكن كيف أجاب عنها الكاتب؟ ها هو: غير أن ذلك، هذه هي الجملة اللي بغاو، غير أن ذلك لا يعكس الصورة الحقيقية الكاملة عن الطاقة النووية. هذه الجملة ردت على تلك الشائعة. ثالثا، قدم الكاتب أمثلة للاستعمال السلمي للطاقة في الميدان الزراعي. أختار مثالين، أرى الله درناهم، ما عرفتش أنا بالخطرات كيبقاو غير يعاودوا. إذا المهم هذه هي الفقرة اللي كتكلمين على الزراعة. احنا ناخذ مثلا هذه: تحديد نوعية السماد الملائم وكميته على توفير المياه عبر استعمال السقي الموضعي. وهذه الأخرى: وظفت الإشعاعات النووية من أجل حفظ الأغذية دون أن يؤثر ذلك على سلامتها. نعم، لأن السؤال هذا يلا جاوبنا عليه في ثلاث مظاهر لاستخدام الطاقة في الميدان الزراعي. إيوا، هو جاوب لك دابا استعمال السلمي للطاقة في الميدان الزراعي، هو نفسه. نعم، إذا أضع علامة، أضع، ما عرفتش أنا هذا مهم، نبداو رابعا، أضع علامة أمام الجواب الصحيح وأعلله: تقديم معلومات عن الطاقة. قصد الكاتب فيما تقديم معلومات عن الطاقة، شرح كيفية استعمال الطاقة النووية، تصحيح فكرة شائعة عن الطاقة البيئية. هذه أنا دات هذه، وهي اللي تكلمنا عليها دابا نفسها، اللي تكلمنا عليها غير دابا في السؤال فينو جوج، السؤال الثاني في أحلل. فهمتي السؤال الثاني ديال المحلل راه بحال هذا السؤال الرابع. اصوغ ملخصا لمضمون، ندير واحد ملخص ولكن ماشي على شكل موضوع، على شكل خريطه دينيه. درنا ليه بحال هكا، قلنا الطاقه النوويه ياك، عندها كاين واحد الفكره شائعه حول ماذا؟ حول الطاقه النوويه. شنو هي الفكره الشائعه؟ انها الطاقه النوويه تدمير، تلوث، امراض. فهمنا؟ هذا هي الفكرة الشائعة. ثم نجيو للحقيقة. ما هي الحقيقة؟ أن الطاقة النووية تستعمل في مجالات سلمية. هذه هي خريطة باش كتفهم بها، كتخرج بها الأفكار باش تجيك المراجعة مثلا ديال شي درس ساهل. مجالات سلمية بحال هاد المجالات السلمية: الطب، الزراعة، الكهرباء. هادشي اللي ذكروا لينا. بغيتي تزيد ممكن تزيد تكتب هنا وسائل، تكتب وسائل يعني او شروط، شروط استعمال الطاقه النوويه، وتاخذها من الفقره الاخيره جاوبنا عليها قبل الشروط. مش من سؤال بغيتي تزيدها لتحت تزيدها، بغيتي تخلي بحال هكا راه جميل وخفيف ظريف. ديما جاوب بشي حاجه اللي فاهمها انت، ماشي كتبقاو تكتبوا باش الاستاذ تقراو عليه، هو ما عندوش حتى الوقت باش يسمعكم كاملين. شحال من مره كدي حتى الملخص وفرحان باغي تقرا، ولكن الاستاذ ما عندوش الوقت. الا نتوما 20 في القسم
لا جا كل واحد يسمع عليه ما غادي غنديرو هذاك النهار غنديرو غير القراءة، ما غاديش نوصلو للمواد الأخرى، فهمتوا؟ لهذا كتب لا فهمتي واخا ما تقراش الأستاذ، المهم إلا كتب شتي فاهم ماشي مشكل، سمعتي؟ وما كندوي يلا. أبرز منافع سمع الطاقة النووية بالنسبة للإنسان والبيئة. يمكن استخدام الطاقة النووية وتقنياتها في عدة مجالات بجانب توليد الكهرباء مثل الزراعة والغذاء والطب واستكشاف الفضاء وتحلية المياه. يستخدم المزارعون في الإشعاع في عدة دول حول العالم لمنع الحشرات الضارة من التكاثر والتقليل من أعدادها حماية للمحاصيل الزراعية، وبالتالي توفير كميات أكبر من الغذاء للعالم. صافي ما عرفش فين وصلنا دابا، فين نعم وصلنا الأقويم. نعم، إذا قلنا أعود إلى نص نور وارزازات وأقارن بين الطاقة الشمسية والطاقة النووية لتوليد الكهرباء، ها هي. إذا نقول مثلا محطة نور ستزود حوالي 1,000,000 منزل بالكهرباء، وهي طاقة لا تنضب لا تجف لا تنتهي، إنها مرتبطة بالشمس، تحترم المعايير الدولية على المستوى الإيكولوجي والبيئي. صافي. أما بالنسبة الطاقة النووية يتطلب تشغيلها طرقا تقنية معقدة وخبراء مختصين، تكلفتها رخيصة تدوم طويلا ومحافظة على البيئة مثل الطاقة الشمسية. المهم انت قلت لك ديما غير جواب صاحبي، غير تكون فاهم، راه تقدر تجاوب شي جواب جميل ورائع وانت غير نقلتيه، غير كتسنى الاستاذ، كتشوف في عيني الاستاذ باش يقول لك حسن جدا يا محمد، حسن جدا يا حسناء، صافي وانت ما فاهموش اصلا. فهمنا، يكون اجوبه بسيطه اخرى غير جمله واحده وانت تستوعبها خير من نص لا تفهم فيه شيء ولا تفقه. واش فهمتي؟ يعني ابحث عن بعض الميادين الاخرى التي تستعمل فيها الطاقه النوويه سلميا. أما راه قالوا كل شيء، بقى لينا شقة. مثلا يمكن استخدام الطاقة النووية وتقنيتها في عدة مجالات بجانب توليد الكهرباء مثل الزراعة شفناها، الغذاء، طيب دابا زدنا استكشاف الفضاء وتحلية المياه، مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الصحي أو الصرف الصحي. وهي صورا على الاستعمال السلمي للطاقة النووية، ما كتبوش عليها يعني غتجيب استعمال. احنا دابا درنا هذه هذا استعمال سلمي الزراعة مثلا او ودرنا مثلا في الكهرباء، ها هي هادو مفاعلات نووية وسط المصباح، يعني ان هذه المفاعلات تنتج لنا كهرباء. صافي. واش بقات حاجة واحدة هي تصلوا على رسول الله والسلام عليكم.